يا سخر 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 لطيفة، شو صاير معك؟ يا حقني، مين عمل فيك هيك؟ لك احكي. ابو جعفر. شو عمل؟ لك احكي. ابو جعفر اعتدى علي. شو؟ اعتدى عليكي؟ وين الصغير؟ اخذوا حبسوا بالغرفة وقفل عليه الباب. بوسي ايدك، روح قبل ما يعمل له شيء. يا ابن الكلب، روح يا ابن الكلب. جيب لي الداير، مالي منيحة، جيب لي الداير. الله يوفقك على السريع. وين ابني؟ ابنك بالحفظ والصوم، بس بدنا نتفق بالأول. على شو بدنا نتفق؟ على دمرتي اللي قتلتها؟ مرتك كانت عم تشطف الدرج ووقعت، وأنا اللي بعدتها على البيت. هذا الحكي مو مزبوط. مرتي قبل ما تموت قالت لي أنك أردف مرتك ما بعرف لوين مشان تستفرد فيها. اسمع ولعك ما أنا ما بكذب، مرتك الكذابة، واللي حكيته أنا هو الحكي الصحيح. إذا بتفتح تمك بحرف ابنك بقتله قدام عيونك. اسمع ولعك، إذا بتكون عاقل تاخد اللي بدك إياه، وإذا بدك تجن إلي تصرف تاني معك غير قتل ابنك. اسمع، إذا بتعمل هيك ولا هيك بدكك بالسجن، وأنا بنفد منها مثل الشعرة من العشينة. اسمع، أنا اشتريت لك بيت وحطيته باسمك، بدك أحسن من هيك؟ خد ابنك وعلى شغلك، يلا تحرك. انا شفتك بعيوني اللي بدها تاكل الدود، كنت بالمقبره عم تنبش قبر ابو ظافر وتطالع الجثه وتتنى فيها. لا سيدي، هذا مو انا عم اتهيأ لك. لا انت، وبالعلامه كنت داير ضهرك ما شفتني. ليش هيك عم تعمل يا صخر؟ لك هذا مو معلمك كنت تخدمه كل عمرك لحتى مات الله يرحمه؟ الله لا يرحمه ولا يسامحه. شفت؟ معناته هو اللي فتح قبره. ايه سيدي، انا فتحت قبره وشنعت فيه. فضايل، قل هو الله احد. شفت يا شيخي؟ شفت انه انا ما كنت عم كذب وما كان متهيألي شيء؟ حاشاك من الكذب يا ابو غياث، حاشاك من الكذب. ليش هيك عملت لك ابني يا صخر؟ لانه اللي عمله فيني ابن حرام ما بيساوي. ابو ظافر، لك ابو ظافر الله يرحمه رجال زكلت وبضاي ومعدل وكريم. اي والله، وانا بشهد بالحكي. لك حاجه بقى، حاجه، انتم مغشوشين. هذا الحكي بالظاهر، بس بالمخفي ابن حرام صفى. احكي لنا شو عمل معك. احكي. انا كنت اخدمه لهذا الزلمه، معتبره مثل اخي الكبير اذا مو اكثر، ولبي له كل طلباته. شو يا صخر؟ كيف هالجواز معك؟ الحمد لله يا بيك. صحيح اني تأخرت شوي بجواز، بس يعني اخذت اللي بحبها. ان شاء الله الف مبروك، انت بتستاهل كل خير يا صخر. الله يخلينا اياك يا بيك. اسمع يا صخر، ما بدي الزواج يلهيك عن شغلك عندي، انت ايدي اليمين. لا يا بيك، لا زواج ولا غيره بيلهيني عن شغلي. بري عليك، هذا الحكي اللي بينسمع. طولنا بعمرك صخر، عيونك على الشقيلة،
عيونك عليهم 10/10، ها؟ حاضر. يلا، السلام عليكم. صخر! إذا مرتك حابة تشتغل جيبها تشتغل عندي هون بالبيت، بتساعد أم ظافر بالشغل وبتتسلى هي وياها. مو هلا، بكير لساتها عروس. مثل ما عمل لك، بيشربوا قهوة سوا، بيتسلوا، بيشتغلوا بالبيت، بعدين راح أعطيها أجار أكثر من أجارك. فكر بالموضوع منيح ورد لي خبر. وهون بداية حرق قلبي. رمالي هالكلمتين. يلعن أبو الفقر. يلعن أبو الفقر شو بيساوي؟ بالبداية ما جبت لها سيري، بس اضطريت لها أنه تروح تشتغل عنده. بدكم تسألوني ليش؟ أنا راح أقول. جبنا أول ولد وحبلت بالتاني وزادت علينا المصاريف وما عاد أقدر لحق. شو بدي سد لست؟ الله يلعن أبو الفقر. الله يلعن أبو الفقر. وبيوم الأيام قاعد وكنت مهموم كثير وراكبني الهم، إجت عندي وقالت لي: أجيت بدنا شوية أغراض للبيت، وبصراحة ابنك عم ينق بده تفاح. بده تفاح. شو بدي لك يا لطفي؟ والله ما بعرف شو بدي لك. تصوري ابني بده تفاح ما بقدر أجيب له تفاح. هي ممكن كلمة تكسر الظهر. ما معي شيء، ليه بدي شيء؟ تبعت لي حمام. والله بعرف إنه ما معك، عشان هيك ما عم بطلب منك كثير. الله وكيلك حاسه فيك. يلعن ابو الفقر. والله يا لطيفي الفقر كسر لي ظهري. طيب قل له لمعلمك يعطيك سلفه. ان شاء الله بينعطى لك شيء. بدك يعني قوم من تحت الدرب او تحت المزراب. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما في حل غير اني اشتغلي انا كمان؟ بشو بدك تشتغلي؟ مثل نسوان هالحارة، ما فيها شيء. ابن عمي بفرم بقدونس وبقطف ملوخية، يعني الشغل مو عيب. والله البيك عرض علي أول ما تزوجنا إنك تروحي تشتغلي عنده بالبيت وتساعدي مرته، بس أنا بصراحة ما قبلت. لك الله يهديك ويسامحك. لك ليش ابن عمي؟ ما أحسن من هالحالة اللي نحن فيها؟ تقبرني قوم خدني لعنده، قوم خلينا نروح. لك طولي بالك، أنت حبلي، يعني ما بيواتيك الشغل. ما تخاف علي، أنا بدبر أموري. بعدين جايتنا ولادة تانية، الله يرضى عليك، خلينا نأمن المصاريف. شو؟ هاي ملبس. أخذتها لعند أم ظافر مشان تشتغل عندها. طار عقلي أم ظافر عليها. حبتها كثير ورعتها لانه حبلي. شو بدك احسن من هيك؟ كمل كمل كمل. صارت المصاري تلعب يدينا لعب بصراحه. والله فتح علينا وصلنا نترزق. كانت تاخذ معها الصغير مشان يلعب بجنينه، وولادتها كانت مقربه شوي.
قاعد بالبيت هون ما بلاقيها غير فايت من الباب ولحشت على الكرسي مثل الخرم. اللي مر على صخر جبال ما بتشيله. المعنى شيخي؟ المعنى اعتبر حالك ما شفت شيء. يعني تعال اقول لك هلا اذا اشتكينا عليه وكمشناه شو بنستفيد؟ بدنا نيتم هالصغير اللي بيان عنده الله يخلي له اياه. وانت يا عمي صخر خود ابنك واطلع من الحاره ربيه تربيه صالحه بركي بكره بيشيلك بكبرك. والله كلامك صحيح يا شيخي معك حق معك صخر هون حفرنا هون طمرنا لا مين شاف ولا مين دري